أحسن الله إليكم الشيخ. يقول عندي استراحة أنا وأولادي، اقتطعت جزءا منها وجعلت ذلك مسجدا أصلي فيه أنا وأولادي إذا كنا في الاستراحة، ويصلي فيه من أراد من المسلمين، فهل يكون لهذا المقتطع حكم المسجد؟ إذا كان خاصا بالاستراحة وليس له باب مفتوح على الشارع يصلي المارة والجيران فيه، وإنما هو خاص بمن كان داخل المزرعة، فهذا تابع للمزرعة. نعم، ولا يكون وقفا.